طيب صباح الخير للجميع. احنا قاعدين نجرب العدسة حقت الايفون. المشكلة اني انا في الفندق فما في مكان مكشوف حتى تبان الزوم فعلا مسافة بعيدة 10x او لا. طبعا في العدسة في زي المايكرو لو تحركوا شو كيف الصورة تصير، حالتنا غير واضحة حسب بعد المسافة. شوف كيف كذا طريقة واضحة، تحرك المايكرو اللي هو لاصق في العدسة. طيب حنا الحين بنفصل العدسة ونشوف المسافة. أنا الحين مركب الايفون، خلينا نفصل العدسة فيكون فيه اهتزاز خفيف. لحظة قاعد نفصل العدسة عشان نختبر هل هو زوم حقيقي وجودة عالية ولا ماشي حالك. شوف المسافة. طبعا انا راح اجرب ان شاء الله خلال 3 ايام في منطقة في سويسرا، لان ارض مكشوفة وارض خضرة تبان معك يعني فعلا كواليتي للزوم وجودة الصورة. هذا منبه، يلا مشينا، نراكم على خير.